شركة الوحدة الثانوية الحماية المدنية مازونة في حملة تأسيسية المنظمة من طرف قيادة الدرك الوطني على مستوى الطريق الوطني رقم 90 بجانب محطة الخدمات، وهذا بإشراك مختلف السلطات المدنية والأمنية تحت إشراف السيد رئيس دائرة المازونة. الهدف من هذه الحملة التأسيسية هو تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات التوعوية لمختلف مستعملي الطريق، كذلك توعيتهم باحترام والتقيد بشروط السلامة المرورية، احترام قانون المرور، المراقبة الدورية للسيارات، وكذا الصيانة الدورية، وهذا لأمنهم وسلامتهم. ويبقى الرقم النجدة 14 ورقم الأخضر 10-21 تحت تصرفكم. وشكرا. منظمة قيادة الدرك الوطني حملة تأسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور تحت شعار السياقة بحذر والوقاية من الخطر. الهدف منها هو تأسيس مستعملي الطريق بمختلف الفئات من مرور احترام قوانين المرور، وذلك بتوجيه عدة نصائح، منها عدم استعمال السرعة المفرطة، ترك مسافة الأمان، عدم استعمال الهاتف النقال، إخضاع المركبات التقنية للمراقبة التقنية، الالتزام بإشارات وقانون المرور، والتأكد من صلاحية ناسحة الزجاج. هذه الحملة كانت بإشراف مختلف السلطات المدنية، بما فيهم السيد رئيس دائرة المازونة، مصالح أمن دائرة المازونة، أفراد الحماية المدنية لمازونة، وكذا فوجة الكشافة الإسلامية، حيث من خلال هذه الحملة تم تقسيم وتوزيع قصاصات لمستعملي الطريق مع حثهم وتحسيسهم بضرورة احترام جميع قوانين المرور، وذلك للحد من حوادث المرور التي تشهدها البيئة. احنا احترموا الناس، بصح كاين بعض الناس الله يهديهم دروك هذه المسافه اللي رانا نخلوها بينا وبين السياره، انسان راه يجي يدخل ما يخليكش هذيك المسافه اللي تاع احترام. هذه احنا والله ما دابينا من هذه الامور، ان شاء الله تقينا كاين بعض الاحيان لشي ناس اللي هما يكونوا مقلقين، بصح حنا ما نطيبوش الريبو كاع الناس، كاين اللي واحد مقلق وكاين واحد ماشي مقلق. حنا نقرانا حاملين شي صوالح بزاف، بالك راكم تركبوا انتوما وتشوفوا غير السب صوالح بزاف، بصح علاه ما على باليش بها، انا نمشي على حسب البلاكا. ايوا على حسب البلاكا ما ندير، خليها هذا. حنا شحال مره يبريزونطونا عند لابوليس يقولوا فلان راه جايبنا غير يا ربي 30 40، بصح لا ما نديهاش فيه، لازم على حسب البلاكا وعلى حسب كي غير نتحاسب حسب انا المخالفه، ما يتحاسبش المواطن. انا نشوف بها حنا كي نلقوا عند جدارمي ولا عند بوليس، الاولى حنا ماشي المواطن. شكرا. نتمنى من السواق انه ما يستعملوش هذا اثناء السياقه، واحترام قانون المرور، وخاصه العنصر البشري للصغار، الصغار اصحاب الفانت هذوك حتى ال 30 هما اللي يستعملوا لا فيتاس، راهم يتجاوزوا المسوق بتهور بزاف. نتمنى انه يسوقوا بها السياقه تكون يعني في المعقول ويحافظوا للأرواح تاع الناس.